أخبار اليوم. مع الشعب المصري كله. انت كمواطن مصري اول حاجه تكتبها للرئيس في البريد الالكتروني تقول له ايه؟ عايز اقول للرئيس عبد الفتاح السيسي اكتر حاجه مقربانا منك انك وطني من التراث الاول، بتعلمني عن ايه كلمه وطنيه وبتعلمني عن ايه وطن. اولا دي بتبقى خطوه ايجابيه ان لما يبقى الرئيس قريب من الرعاه او الشعب بتاعه، فيا ريت يبقى القرب من الشعب ده في كل شيء، كل صغيره وكبيره، علشان يقضي على الفساد وكل مناحي المشاكل الموجودة في الحياة. عايز أقول له أتمنى من حضرتك أن أنت تحل الهجرة غير الشرعية، أتمنى من حضرتك الرسالة الثانية ودي أهم رسالة عندي، تحل مشكلة البطالة على مستوى مصر، لأننا إحنا كشباب مصريين لغاية وقتنا هذا ما خدناش حقنا في البلد. أتمنى أن حضرتك تلقي النظرة على مشكلة البطالة قوي مع الشباب. أقول له والله العظيم أنت دلوقتي فرحتنا جدا، لأن إحنا ما كناش بنشوف الحاجات دي قبل كده، فأنا سعيد جدا بهذا الإلكترون الجميل ده، واحنا بنقول للرئيس السيسي لو في عندك مشكله تحب توصلها له اول حاجه تحب تقولها له اقول له انا فرد من الشعب المصري، فرد من اهالي بلاد النوبه. موضوع لحضرتك اهم حاجه تشوف بلاد النوبه دي ما فيش حد يعرف عنها حاجه، ولا يعرف عنها في ولا محافظ اسوان يعرف الوادي العرب دي فين حته او في اي خريطه، ولو يعرف ما خد بالك يقول لي هي فين حته بالظبط. احب اقول له اللي انت فيه خليك فيه ماشي فيه، وكل الشعب وراك، وانا واحد من الناس، انا واولادي فداك، دمي فداك انا واولادي، لان هي كده البلد ماشيه صح. بشكره على انه هو راجل طلع بينا من مرحله صعبه جامده جدا يعني، وعايز ينمي البلد وعايز استقرار وعايز الناس تشتغل، وزي ما انت شايف حضرتك دلوقتي في الجو الحر دلوقتي ان احنا ربنا شعب يعني مدينا قدره كده هو على قوه التحمل في كل حاجه، يعني شايفه درجه الحراره عاليه ازاي والناس نازله شغلها حلوه وتمام التمام اهو. لا هو يخلي باله من شعبه بس، شوف كلمه ايه؟ يخلي باله من الشعب، الناس الطبقه المتوسطه الطبقه الغلبانه طبعا، الرئيس يعني هو رئيس لكل المصريين، دي حاجه كويسه. فالبريد الالكتروني اللي عمله ده حاجه كويسه، لان الشعب يفرح بيها ان الرئيس يتواصل مع شعب بريد الكتروني، دي حاجه كويسه طبعا. مفيش رئيس عمل، هو كده بيعمل الصح عشان يتواصل مع الطبقه الغلبانه اللي تحت. هقوله لازم يهتم بالاسكان، ده اهم مشكله الشباب. الشاب النهارده بعد ما بيتخرج ويتعب وكده مش لاقي مكان يعيش فيه او يسكن فيه عشان يتجوز. نص مصر شققها مقفوله وكلها ايجارات ب 3 4 جنيه من الايجارات القديمه. الشقق المقفوله دي يجب ان يحط لها قانون ان هي تتفتح، وان الايجار القديم دوت ان هو الساكن قافلها ومسافر بره، فيجب ان يبص للنقط. اهم حاجه مشكله الاسكان للشباب اهم حاجه. وشعارنا هو زي ما انت عودتنا، تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر.